المغرب كان سباق وعبر عن المواقف اللازمة في الوقت المناسب. جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في يوليوز الماضي وجه رسالة للأمين العام للأمم المتحدة حول ما يستهدف القدس، وكانت هناك إجراءات صعبة عدد منها حصل التراجع عنه، إجراءات تعلقت بمنع رفع الأذان، منع صلاة الجمعة، استهداف البلدة القديمة، ضم السلطنات إلى القدس، أمور كثيرة. وكان موقف جلالة الملك رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي قويا وصريحا وحازما. اليوم نحن إزاء أيضا تحركات قوية، مساعي حثيثة، مواقف واضحة لم تتردد، بل بالعكس الحكومة عبرت عن موقف الإجلال والتقدير لهذه الخطوات القوية التي اتخذها جلالة الملك. أمس كما تابعتم كان هنالك اجتماع مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور سفير دولة فلسطين، وهذا الأمر له دلالته. كانت هنالك اتصالات مع الرئيس الفلسطيني، هنالك الآن عمل على مستوى جامعة الدول العربية وعلى المستوى الإسلامي. المغرب لن يتردد في القيام بكل ما ينبغي القيام به. كل الخطوات الآن، لا أريد استباق أي مواقف، لكن نحن معبؤون حكومة شعبا خلف جلالة الملك في كل القرارات التي ستتخذ في هذا المجال.